اخبار اعتزل الفن حرام؟ لا يا جماعه، تحروا الدقه، الفن مش حرام. فين بقى يعني؟ والله هو الصحفي صاحب الفن حرام. بيحبك وبيموت فيه. والله العظيم انا والله ما قلت الفن حرام ولا اتكلمت في حاجه زي كده، لان حرام وحلال مش بتاعتي. والله انا قلت، سئلت سؤال وقلت انا في القريب العاجل خطتي ان انا اعتزل في القريب العاجل، في حاجه معينه انا منتظرها وهعتزل، ده اللي انا قلته والله. لكن ولا جبت حرام ولا ولا اتكلمت في اي حاجه من دي، فالحمد لله حصل خير. و يعني مش عايز ارجع للنقطه دي. فتره يعني تعب زوجتك، الكل كان بيتكلم على ان حضرتك زوج مساجي، والكل كان بيشير بالموضوع ده، وكانوا شايفين هي حاجه بقت نادره قوي في العصر اللي احنا عايشين فيه. لا يا الحمد لله، زوجتي ما زالت مريضه الحمد لله، وقوفي جنبها ده مش بمن عليها، ده اللي المفروض يحصل. لان يعني اولا ده شرع ربنا، ثانيا ده واجب عليا، ده فرض ان انا ما سيبهاش في شدتها واقف جنبها، لان هي شايلاني العمر كله، فده طبيعي. بس احنا اكمن بقينا في وقت صعب شويه، فبنشوف اللي بيعمل حاجه صح بنشوف ان ده منا. لا خالص، ده اللي المفروض يحصل. يعني اللي انا بعمله مع زوجتي ده اللي المفروض يحصل، طبيعي جدا. انا ما عملتش حاجه زياده، بالعكس انا بحس اني مقصر في بعض الاحيان. سمسم يعني الفتره اللي قبل دي كنت حاجه كبيره، صاحب الاغنيه الشعبيه الدراميه، اي فيلم اي قناه شعبيات المولد كلها شغاله او الناس بتسمعها علشان خاطر اغاني سمسم شهاب. ليه الفتره دي او الحاليه خطواتك الفنيه قلت كتير عن الاول، رغم ان ليك جمهور كبير قوي؟ والله ما قلتش، لكن هو المناخ العام صعب شويه، الذوق العام فيه مشكله، ومش عارف حضرتك تتفق معايا او الجمهور يتفق معايا في ده ولا لا. الذوق العام بقى فيه مشكله كبيره جدا، شكل المزيكا اللي طلعت انا شايف انه مش مناسب ليا ان انا اعمله، فانا بتأنى الخطوات اللي جايه ان انا اقدم حاجه كويسه ان شاء الله. يعني معنى كلام حضرتك مثلا ان المنتجين لا عايزين ياخدوك في حته تانية بعيدا عن الشكل العام بتاعك، يعني الحاجات اللي بتتعرض عليك؟ لا يعني هو بص حضرتك، انا علشان اقدم اللي انا بقدمه في الجو العام ده دلوقتي هيتظلم، حرام عليا. فانا عامل فعلا اعمال وواقف عليها لغايه ما احس ان الجو العام بدا. يعني خايف تنزل الحاجه مثلا الناس بتجري ورا المهرجانات او الراب؟ بالظبط كده، بالظبط كده، لغايه ما احس الجو العام بدا يسمح بذلك. وان شاء الله هو فعلا احنا بقالنا فتره الدنيا الحمد لله للافضل، ان شاء الله اللي جاي افضل ان شاء الله. ايه بقى راي حضرتك في المهرجانات والراب والحاجات الجديده دي؟ ممكن تقدم مهرجانات، او شايف ان مثلا في مطرب مهرجانات هو حبه من المطربين، من مش هنقول مطربين، مؤديين الموجودين؟ هو حضرتك تقولي لي رايك في المهرجانات والحاجات دي، انا عايز راي الجمهور في طريقتهم في الغنى، في نوع الكلام اللي بيقدموه، في شكل المزيكا. انا هسيب الجمهور يقول مش انا. يعني للاسف خدوا من رصيد مصر الفني كتير قوي، خدوا من رصيد ونزلوا للاسف. معنى كلام حضرتك انك انت كنت متفق مع النقيب السابق استاذ هاني شاكر بان هو كان منع اغانيهم؟ طبعا احنا كنا اساسا يعني كان ده كان هدفنا، ان احنا لا مش نمنع طبعا، لان المنع ده شيء مش صح، خلي الناس تسمع وتجرب، لكن احنا فقط نراقب، يعني يبقى في مراقبه، يبقى في رقابه، وده اللي بيحصل دلوقتي بصراحه. استاذ مصطفى مش ساكت، وربنا يكرم ان شاء الله. انا اتمنى بس يحصل تنقيه، لان برضو الاولاد دول فيهم اصوات كويسه جدا، حرام نحجر عليهم، بس ايه ننقي الكلمه بس، عشان اختك واختي وبنتك وبنتي ووالدتك ووالدتي ما نسمعش الفاظ مش كويسه. بس الجديد ان شاء الله انا بعمل غنوه اسمها كله لابوك، كلمات كلمات الشاعر الكبير استاذ رضا المصري الحاني، حاجه من الحاجات اللي فيها وصايا للشباب على الاب. يعني انا بنوصي الشباب كل يعني شاب بقول له شوف ابوك ده ايه، بوضح له، عشان احنا محتاجين ده دلوقتي في المجتمع اللي احنا فيه، محتاجين القيم. ما هو الاغنيه الشعبيه علشان ترسخ المبادئ عند الناس، مش عشان تقول كلام مش حلو.